كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من فقراء المدينة، وكان الجوع يضربه فلا يجد من يطعمه، فكان يمر عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيسأله ويقول له: يا أبا بكر، أستقرئك آيات الإنفاق. فيقرأ عليه آيات الإنفاق والعطاء في القرآن الكريم ويمر، ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويستقرئها آيات الإنفاق فيقرأ عليه آيات الإنفاق ويمر، ثم يأتي بعد ذلك عثمان وعلي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يسأله آيات الإنفاق، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحقني يا أبا هر. فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أبو بكر الصديق يريد الطعام، يريد أن يأكل، هو جائع، فيأخذه إلى بيت النبوة، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل زوجاته، زوجات النبي: هل في بيتكن من طعام؟ حتى يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعض اللبن البسيط جدا في كوب بسيط يدوب يكفي شخص واحد أو أقل حتى، فيفرح أبو هريرة لهذا الجزء البسيط من اللبن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في التسامح، يضرب المثل في العطاء، في الخير، في المحبة، فيقول له: يا أبا هريرة، اذهب ونادي أهل الصفة. أهل الصفة أكثر من 100 رجل من فقراء المسلمين لا مأوى لهم ولا بيت. يقول أبو هريرة: ماذا يفعل أهل الصفة أكثر من 100 رجل بهذا الكم البسيط من اللبن؟ فيذهب إليهم وهو يحدث نفسه، بيتكلم مع نفسه: يا ترى اللبن ده هيعمل إيه مع هذا الكم الكبير من الناس؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يذهب فيأتي بهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقهم بيدك يا أبا هريرة. فيسقيهم بيده واحد تلو الآخر حتى يشرب 100 بهذا كوب البسيط من اللبن. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ثم أنت يا أبا هريرة. فيشرب، فيقول له: وأيضا. فيشرب مرة ثانية، وأيضا. فيشرب مرة ثالثة، فيقول: حتى لا أجد له مسلكا. فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلة أو ما تبقى من اللبن. هذا التسامح في أروع صوره، هذا التسامح في أروع معانيه، عندما تنظر إلى الآخرين من الفقراء، عندما تنظر إلى الآخرين من المهمشين وتعطيهم بإثار ومحبة، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن، وهذه المعاني القيمة اللي بنبحث عنها في برنامجنا من أجل تأصيلها في مجتمع التسامح ووطن التسامح في دولة التسامح، دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا في كل مكان، معنا مسابقة يومية جوائزها قيمة، معنا اليوم 500 درهم نقدا، وأيضا جائزة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. وسؤالنا اليوم سهل جدا، سؤالنا اليوم هو أيضا دليل على التسامح. سؤالنا اليوم بتكلم عن من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة. السؤال سهل، من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة؟ السؤال سهل، هنعرف إجابته من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا مشاهدينا حتى تفوزوا معنا بجوائزنا القيمة. وبنكرر مرة ثانية، الجوائز اليوم متميزة، 500 درهم نقدا، وأيضا رحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. معنا تقرير بيتكلم عن التسامح، معنا ضيف عزيز وداعية فاضل بيتكلم عن التسامح. من أجل هذا التسامح ومع ضيفنا الكريم هنذهب إلى هذا التقرير حتى نتعلم ونعود إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلكم صوتي هذا من وطني الإمارات، وطن التسامح، هذا الوطن الذي علمنا المرحوم والمغفور له بإذن الله عز وجل زايد بن سلطان، علمنا كيف نغرس قيم التسامح في أنفسنا أولا ثم في قيم أبنائنا. صوتي هذا يصلكم من هذا البرنامج الذي اسمه للتسامح وطن، وإن كان له وطن فوطنه الإمارات، هذا الوطن الذي كما ذكرت لكم غرس في أبنائه قيم التسامح، فترى أبنائه يكلمون الجميع ويحيون الجميع ويخاطبون الناس على اختلاف درجاتهم العلمية أو على اختلاف درجاتهم الاجتماعية، حتى لو كانوا عمالا أو كانوا خدما أو كانوا في أعلى المناصب، فإنهم يخاطبونهم كما يخاطبون إخوانهم وكما يخاطبون أخواتهم. هذا هو التسامح الذي أراده الله عز وجل. تأملوا في هذا الحديث الجميل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذا بينك وبين الله. هل تستطيع أن تتقي الله دائما
كما أمر الله؟ الجواب لا، فالإنسان يخطئ. فقال الله عز وجل: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا كله بينك وبين الله. هل انتهى الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل قال بعدها: وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو التسامح، أن تخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث اليوم سأعلمكم وأعلم نفسي قبل ذلك كيف نتسامح، بثلاث كلمات: العلم، ثم بعد ذلك يأتي الصبر، ثم بعد ذلك يأتي العدل. كيف ذلك؟ أنت في كثير من الأحوال يأتيك صاحبك أو تسمع أخبار معينة فتغضب، لا تسأل ما السبب، لا تسأل ما العلة، ما السبب في هذا الموضوع الذي حصل. تبدأ مباشرة بالحكم على صاحبك بأنه أخطأ، تقاطعه، لا ترد على اتصالاته. قد يعطيك المدرس علامة ضعيفة فتبادر مباشرة بالإساءة إليه، وأن تقول له أنت حصل كذا وكذا وكذا، دون أن تسأل عن الأسباب أو تطلع على ما السبب في هذا الحكم الذي حكم به عليك. كذلك القاضي لو حكم عليك، قضائك الزوجة لو أخطأت في البيت، أنت لا تسأل، أنت تبادر مباشرة إلى الحكم. تذكروا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال للخضر؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ماذا قال له الخضر؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ خبرا يعني علما. يا جماعة، كيف تصلي وأنت لست متسامحا مع ربك بأن تصلي لله ما أمرك؟ كيف تصلي وأنت لا تعلم فضل هذه الصلاة؟ كيف تحافظ على الصلاة وأنت لا تعلم ما أعده الله عز وجل للمتقين، وكذلك أن تتعلم ما أعده الله عز وجل لمن ترك الصلاة؟ لابد أن تتعلم، كلما تعلمت اشتقت إلى الله، اشتقت محبة، علمت أن هذه الصلاة ليست لله عز وجل، فالله غني عن أعمالنا، هذه الصلاة لك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله لا يريد منا شيئا كما يريد البشر. إذن أول طرق التسامح أن تتعلم، تعلم ما الفرق بين الدين والدين، تعلم كيف تعامل غير المسلمين، تعلم أحكام الإسلام، كيف تعامل زوجتك، كيف تعامل والدك، كيف تعامل أرحامك، تعلم. فإذا تعلمت، وكذلك تعلمت ما الأجر المترتب، وتعلمت ما العقوبة التي قد تترتب، كل هذا العلم يقينا سيقودك إلى الصبر لو أخطأ عليك أحد، سيقودك للصبر يقينا. واحد سبني وأنا أستحضر العلم أن الله عز وجل بشر الصابرين، أن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هؤلاء بماذا وعدهم الله عز وجل؟ بالجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقال في التاريخ أن رجلا كان له غلام يخدمه، فكان في ذاك الزمان الماء يسخن لأنه ليس هناك سخانات، فجاء بالماء ولم يبرد بعد، ما كان باردا، صبه على يد سيده للوضوء فاحترقت يده، فماذا قال؟ غضب السيد من شدة الألم، فقال له الغلام: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. ما الذي جعله يكظم غيظه؟ ذكره بالقرآن، ذكره بكلام الله، وهو يعلم أن كلام الله عظيم. هذا العلم قاده إلى الكظم، فقال: كظمت غيظي. كظم الغيظ أول الدرجات، هو غاضب لكن كاظم ومسيطر على الغيظ. ثم قال له: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. هذه الدرجة الثانية، لست كاظما، أنا عفوت عنك. فقال له: والله يحب المحسنين. فقال: أعتقتك في سبيل الله. تخيل، واحد كان مسيئا لي في البداية تحول إلى عبد حر لأنه قرأ عليه آية. دخل رجل مستأذنا مع صاحبه على عمر بن الخطاب وجلس في مجلس العلم والفتوى، وكان الرجل متربصا بعمر بن الخطاب، فماذا قال له؟ فجأة قام في المجلس وقال لعمر بن الخطاب: إنك لا تحكم بالسوية ولا تعدل بين الرعية ولا تحكم في القضية. وعمر كان من أشد الناس غضبا في الجاهلية، فوضع عمر يده على عصاته وأراد أن يقوم فيؤدبه وهو ولي الأمر وأمير المؤمنين، يعني لو عاقبه فهو يستحق تلك العقوبة. تخيل أن الإنسان يخطئ على ولي الأمر في مجلسه، فأخذ العصا وراد أن يضربه، فمسك رجل من الصحابة يد عمر وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الراوي للحديث: والله والله ما تجاوزها عمر. لماذا ما تجاوزها عمر؟ لأنه يعلم أنه كلام الله، ويعلم أن هذا الكلام خطب به رسول الله، ويعلم أنه أقل من رسول الله،
والرسول عفى وتسامح، ماذا قال لقريش وقد قتلوا عمه وقتلوا خيرة صحابته؟ ما تظنونني أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا له كما قال يوسف، كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من تعلم استطاع أن يتسامح، لأن التسامح هو الصبر عمن أخطأ علي، هو الصبر عن زوجتي إذا قصرت، هو الصبر على نفسي إذا بدت تعصي الله عز وجل، وأخيرا يحقق العدل. ما هو العدل؟ الأحكام العادلة والأفعال العادلة. من أراد التسامح في وطن التسامح لابد أن يحقق هذه الثلاث: العلم الذي قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقراءة والتعلم، والقراءة في سير الصالحين، والقراءة في سير الفضلاء كحكامنا حكام الإمارات كزايد بن سلطان رحمة الله عليه، أن تقرأ في سيرته، أن تقرأ في سيرة العلماء والفضلاء، كل هذه القراءة والعلم وقبل ذلك القرآن والسنة ستقودك إلى الصبر، ثم الصبر سيأتي بأحكام عادلة، لأن الصابر يتأمل الأمور ويحسن الاختيار بإذن الله عز وجل. أترككم في أمان الله مع التسامح في وطن التسامح، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم للتسامح وطن. للتسامح وطن، كما قال فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري، هذا الوطن هو دولة الإمارات العربية المتحدة، هي التي تعلم العالم الآن معاني التسامح بأروع صورها، هي التي تقدم للعالم صورة رائعة للتعايش والمحبة والخير والعطاء على أرض هذه البلد الطيبة الأصيلة التي تأسست على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان عليه رحمة الله. هذا الذي أسس الدولة بكلمات رائعة عندما سئل عن هذه الجنسيات الكثيرة وهذه الأعراق الكثيرة اللي بتعيش على أرض الوطن، فقال الأرض أرض الله والمال مال الله، واللي يبغانا حياه الله. هذا الذي يفتح أفاق العالم للعالم أجمع أن يعيش على أرض هذه الدولة الفتية التي بسواعد أبنائها وسواعد المقيمين على أرضها صارت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم الآن. هذا التسامح في أروع صوره في عصرنا الحالي. مشاهدينا في كل مكان، سؤالنا اليوم سهل جدا وبيتكلم أيضا عن صورة من صور التسامح: من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة، يوم الفتح الأعظم؟ من اللي صعد على سطح الكعبة وأذن في هذا اليوم؟ بننتظر اتصالاتكم مشاهدينا في كل مكان على رقم الاتصال الظاهر أمامكم على الشاشة حتى تفوزوا معنا بجوائز قيمة. وجوائزنا اليوم في يعني يوم متميز بكم مشاهدينا، عبارة عن 500 درهم نقدا، وأيضا عبارة عن رحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. ونتلقى اتصالاتكم عن للإجابة على هذا السؤال، وبنتكلم عن من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة، هنكلم أيضا عن بعض مشاهد وملامح العفو والتسامح والمحبة يوم فتح مكة. معانا أول اتصال نورة من الشارقة. أهلا ومرحبا يا نورة، تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نورة. حياك. كيف رمضان معاكي؟ الحمد لله. سايبين إعداد الطعام وتجهيز الفطار وبتشوف المسابقة. جميل. أيوة. تعرفي إيه عن يوم فتح مكة أولا؟ عن يوم فتح مكة؟ يوم فتح مكة نعم، أي معلومة إضافية عن يوم فتح مكة تعرفيها تقوليها للمشاهدين نستفيد منها؟ هي كانت بعد غزوة، بعد كانت في رمضان، بعد كانت في رمضان. ممتاز. نعم، كانت يوم 20 رمضان بالضبط، يوم 10 يناير. نعم، تقريبا كانت 20 من رمضان، 20 رمضان 10 يناير. نعم، 20 رمضان و10 يناير بالتاريخ الميلادي. إجابة السؤال يا نورة تفضلي. الصحابي والمؤذن بلال بن رباح، هو نفسه بلال بن رباح المؤذن للرسول هو اللي أذن يوم فتح مكة؟ هي نعم، هو نفس اللي كان من أول الناس اللي دخلوا الإسلام، اللي عذبوه وبكر رضي الله عنه اشتراه وخلاه حر. أشكرك يا نورة على المعلومات القيمة ما شاء الله، وكم كبير من المعلومات، نشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وأيضا المعلومة المهمة أنها كانت في رمضان وإحنا في رمضان. معنا اتصال
شريفة من رأس الخيمة. أهلا ومرحبا يا شريفة، تفضلي. مرحبتين. أهلا بيكي، كل عام وانت بخير. وانت بخير. بنسأل عن الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة، من؟ بلال رضي الله عنه. بلال رضي الله عنه ابن رباح. أنت عرفي بلال أصلا منين؟ من أي بلد؟ من أي بلد ما أعرف. يعني كان من 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 إفريقيا، كان من آسيا، كان من أوروبا. هاي يعني كان سم أسمر يعني. من اليمن، من أثيوبيا، من الحبشة، من أي البلاد يعني؟ من الحبش. من الحبشة، نعم بالفعل كان بلال الحبشي أو بلال رضي الله عنه كان من الحبشة. فهو الذي أذن على سطح الكعبة. نشكرك يا شريفة على المشاركة معنا وأيضا على الإضافة حول هذا الصحابي. ومعنا اتصال من أحمد من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا أحمد، تفضل. أهلا وسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله. والله الإجابة الصحابي والمؤذن الرسول بلال بن رباح. بلال ابن رباح، متأكد من الجواب؟ متأكد إن شاء الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يوم بلا حرب، كان يوم بلا قتال. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة لحد مكة بدون ما حد يعرف. عندك فكرة ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ممكن لأن ما يبقى حد يتقتل في منطقة الكعبة يعني. جميل. في مكة يعني. البلد الحرام، نعم. طب نعم. إزاي النبي أخذ وصل لمكة بدون ما حد يعرف لحد ما قرب من مكة؟ والله صلى الله عليه وسلم أخذ مسار آخر غير المسار المعتاد لمكة، أخذ مسار كأنه ذهب إلى مكان آخر وبعدين انحرف يمينا فجأة إلى مكة، وكانت مفاجأة للجميع حتى لا يدخل في حرب، حتى يحقن الدماء وحتى ينشر السلام. نشكرك يا أحمد على المشاركة معنا وعلى الإجابة. ودي كان فيها مواقف طريفة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدينا، لما حبوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم رايح على فين. النبي أخذ الصحابة ومشي ومش عارفين هو رايح فين. الاتجاه اللي النبي أخذه في البداية كان مختلف عن اتجاهه لمكة، فبدأوا يقولوا من الشعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قصائد النبي بيستمع إليها وبيحبها، وفي نهاية القصيدة يقولوا له أين تذهب بنا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويسكت. يذهبوا إلى أبو بكر الصديق يسأل النبي فيبتسم ويسكت. يذهبوا إلى بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيسألوها أن تسأل رسول الله فيبتسم ويسكت. كل ده في النهاية عشان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الموضوع سرا حتى لا يستعد أحد لقتال. كان حابب الموضوع يمشي في سلام، في هدوء، في رحمة. كان يوم المرحمة ولم يكن يوم الملحمة. مشاهدينا بنكمل معاكم، وسؤالنا هو من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة؟ سؤال سهل والجوائز قيمة، ورقم ظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا في كل مكان. وبناخد اتصالاتكم. معنا اتصال من؟ فاطمة. أهلا بك يا فاطمة، تفضلي. اسمه بلال ابن رباح. اسم المؤذن بلال ابن رباح. يا فاطمة بنتكلم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليوم يوم المرحمة. لما واحد من الصحابة قال اليوم يوم الملحمة، مين اللي قال اليوم يوم الملحمة والنبي اعترض عليه؟ اسمه؟ من؟ يعني مين من الصحابة قال اليوم يوم الملحمة؟ يعني اليوم يوم الحرب والنبي رفض، وقال اليوم يوم السلام، يوم المرحمة، يوم المحبة، يوم العفو. أبو بكر الصديق لا يقول يوم الملحمة. أبو بكر الصديق يعني سلوكه كله سلام ومحبة، وباقي الصحابة كلهم سلام ومحبة. لكن عمر بن الخطاب؟ لا، هو كان من الأنصار ليس من مكة، عشان نقفل الباب على أهل مكة والصحابة من أهل مكة. كان من الأنصار وكان سيد الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ميسرة الجيش، يعني يحمل لواء كامل من ألوية الجيش، يقود كتيبة كامل أو عدد كبير من الناس. أشكرك شكرا جزيلا يا فاطمة على المشاركة معنا. وهنعرف من اتصالاتكم. أيضا معنا بسام من الفجيرة. أهلا بك يا بسام، تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بسام. أهلا. تعرف الإجابة؟ أيوة، بلال بن رباح. بلال بن رباح. تعرف إيه عن بلال تاني يا بسام؟ هو كان عبدا عند أمية، بعدين اشتراه سيدنا أبو بكر الصديق وحررة. اشترى أبو بكر الصديق وحررة. هل تعرف اشتراه بكم؟ لا والله. طيب نشكرك يا بسام. ويقال بدرهم أو بدينار، حتى إن اللي باعه قال له والله لو أبيت إلا أن تشتريه بأقل من ذلك لبعتك إياه. وسيدنا أبو بكر ويقول والله لو أبيت إلا أن تبيعني بألف دينار لشريته. وكان كل واحد مصر على موقفه، هذا في بيعه وهذا في شرائه. نشكرك يا بسام على المشاركة معنا وعلى الإجابة. ومكملين معاكم مشاهدينا ونتكلم عن يوم عظيم في تاريخ المسلمين، يوم عظيم في تاريخ البشرية، يوم بيسطر لأروع أمثلة التسامح
بيسطر لأروع أمثلة المحبة والسلام يوم فتح مكة، يوم العفو والمغفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من أذوه، إلى من أخرجوه، إلى من عذبوا أصحابه، يوم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وأيضا أكرم سادتهم في يوم عظيم يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل لمعاني التسامح. بنكمل معكم مشاهدينا وبنأخذ اتصالاتكم للإجابة على سؤال، ومعانا هزاع من العين. حياك الله يا هزاع، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. مبروك عليك وعلينا يا رب العالمين وعلى الأمة الإسلامية. مستعد للإجابة على السؤال؟ أنا مستعد. ممكن أغير السؤال ولا لازم نكمل في نفس السؤال؟ لا، نفس السؤال. نفس السؤال أسهل، تفضل. بلال رضي الله عنه. بلال رضي الله عنه. تعرف بلال بن رباح عاش فين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفى؟ لا والله ما أعرف. يعني هل عاش بالمدينة ولا ساب المدينة؟ هم كانوا في المدينة بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش بالمدينة ولا ساب المدينة؟ عاش المدينة. احتمل يعيش في المدينة بعد ما النبي مات؟ احتمل يطلع يقول على المئذنة أشهد أن محمد رسول الله؟ أعتقد بلال كان قلبه أرق من أنه يعيش في مكان يقول فيه الكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم مش فيه. بلال ساب المدينة وذهب يعيش في دمشق. نشكرك يا هزاع، الإجابة صحيحة بالفعل هو بلال، لكن احنا بنكمل معلومات حول هذا الرجل العظيم اللي أسلم في بداية المسلمين. ومعانا اتصال من؟ السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك ميسرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا. إجابة السؤال هي؟ بلال بن رباح. بلال ابن رباح. نعم. تعرف بلال أسلم في بداية الإسلام ولا يعني متأخر؟ والله في بداية الإسلام، في أوائل المسلمين. نشكرك على المسارة. نعم. على الإجابة بالفعل هو من أوائل المسلمين، والإسلام في بدايته مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان كله تسامح. نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم عرق معين ولا لون معين ولا بلد معينة ولا طائفة معينة ولا لبس معين ولا شكل معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من الناس، وكانوا بيعيشوا في تسامح مع الناس. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة بلال وأم أيمن بركة خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهيب الرومي من الروم أو كما يقال، وكان أيضا سلمان الفارسي، وكان من أهل مكة ومن أهل الجزيرة العرب ومن أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن الإسلام مزيج يحتضن كل الأطياف وكل الأعراق وكل البلدان في العالم بصورة سمحة. معانا اتصالاتكم مشاهدينا وبنجاوب على سؤالنا النهاردة، وسؤالنا النهاردة بيقول من الذي أذن على سطح الكعبة يوم فتح مكة؟ والجوائز بنذكر بيها عبارة عن 500 درهم نقدا ورحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. ومعانا اتصال من مريم. السلام عليكم. أهلا بك يا مريم، حياك الله، تفضلي. الحمد لله تعالى. الإجابة بلال بن رباح. بلال بن رباح. النبي صلى الله عليه وسلم مريم يوم فتح مكة قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار من فهو آمن. واحد من الناس النبي ذكر اسمه قال اللي يدخل بيته يكون آمن في اليوم ده. هو كان سيد أهل مكة ساعتها، زعيم. من؟ أبي سفيان. أبو سفيان بالضبط، إجابة صحيحة. نشكرك ما شاء الله، معلومات قيمة نشكرك عليها مريم. وبالفعل كان أبو سفيان هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ودي دعوة أيضا لوضع الناس في أماكنهم، تعظيم السادة ووضعهم في أماكنهم هذا من الدين أيضا. معنا آخر اتصال من لجين. أهلا بك يا لجين، تفضلي. أهلا فيك. إن شاء الله بلال بن رباح. بلال ابن رباح. ابن رباح. نعم. تعرفي مين اللي قال اليوم يوم الملحمة والنبي قال اليوم يوم المرحمة؟ والله ما عندي فكرة. هو سعد ابن عبادة. نشكرك يا لجين على المشاركة وعلى الإجابة معنا. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونعود لنكمل هذا البرنامج للتسامح وطن، فابقوا معنا. في الفصل الأخير والفصل الأهم والفصل غالبا اللي بينتظروا معظم المشاهدين معرفة من فاز معنا اليوم بالجوائز. بنذكر بأن اللي فازوا معنا خلال حلقاتنا اللي فاتت ما بيدخلوش معنا السحب اليوم، ولكن معنا كل اللي اتصلوا بينا على مدار الأسبوع من أجل سحب العمرة. ونبدأ بسحب العمرة اليوم، نعرف مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي فازوا معنا برحلة العمرة. سارة
أمين أو الأمين سارة الأمين من الفجيرة، ألف مبروك رحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة، ألف مبروك يا سارة. والجائزة الثانية 500 درهم نقدا من سعيد أو سعيدة الحظ اللي فاز معنا اليوم ب 500 درهم نقدا. شريفة عبد الرحمن من رأس الخيمة، شريفة عبد الرحمن ألف مبروك الجائزة 500 درهم نقدا. ومشاهدينا في نهاية الحلقة بنذكر بأن المرحمة والتسامح والمحبة هم شعارات عظيمة في حياة الناس وفي حياة المسلمين، وهي أيضا من الشعارات المهمة في دولة الإمارات العربية. غدا نلقاكم في حلقة أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني